السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بالجميع في التحديث الشهري لعالم ريد ديد ريدمشن اونلاين، واللي راح يبتدي معنا غدا يوم 5 نوفمبر وراح يستمر معنا يا شباب ولغايه 2 ديسمبر. وهذا الشهر كما كان متوقع راح يكون شهر التريدر. وقبل ما ندخل في التفاصيل اعطيكم العافيه، احتاج منكم تعملوا لايك واشتراك في قناتي واتشرف بكم جميعا. ويلا نبدا على التفاصيل. دبل كاش ودبل اكس بي على رول التريدر. اذا انت ما لفلت التريدر هذه فرصتك هذا الشهر، تقدر تلفل التريدر بكل سهوله. وما ننسى ان المبيعات راح تكون مضروبه في اثنين، راح توصل المبالغ ل 1250 دولار. كذلك اعطونا دبل ماتيريال يا شباب. يعني كيف دبل ماتيريال؟ يعني انت لما تصيد غزال عاده يعطيك حدود الثمانية ماتيريال، حاليا لو تصيده راح يعطيك 16 ماتيريال. وبالنسبة للحيوانات الاسطورية مثلا لو نختار الجوست بانثر اللي هو البانثر الابيض، راح توصل الماتيريال لغاية 90، يعني ما شاء الله تبارك الله نص مخزن كريبس. يعني بكل سهولة راح نبيع التريدر بشكل مجنون. كذلك خلال هذا الشهر عندنا دبل كاش ودبل جولد على الفيشر سيريس. بالإضافة بإمكانك تلفل كروت القدرات، إذا اخترت أي كارت ولعبت فيشر سيريس راح تلاحظ أنه في تدبيل على الإكس بي. وكذلك عندنا تربل كاش وتربل إكس بي على حدث التريد روت. وخلال هذا الشهر إذا كان عندك عصابة وكنت تتجول مع عصابتكم وتلعبوا مع بعض راح تكسبوا 50% في الإكس بي و 50% كذلك في الكاش إكسترا، يعني شيء إضافي. روك ستار تبغاكم ترجعوا تلعبوا مع بعض مرة ثانية. ومثل كل سنة من تاريخ 26 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر يكون في عيد الشكر عندهم الثانكس جيفن، أسبوع كامل راح تكون هناك مكافآت وجوائز مميزة جدا يا شباب. أوكي راح نعطيكم فكرة عنها، بالإضافة لما نيجي أسبوعها بإذن الله تعالى راح أذكركم. خلال هذه السنة ولأول مرة إذا صدت طائرة تركي وكان 3 نجوم ولما تروح تبيعه راح يكون تخيلوا مضروب في 10، نعم راح يكون ب20 دولار. بكل صراحة السعر جدا جدا خرافي، يعني تقدروا تكسبوا مبالغ مو طبيعية. وكذلك إذا فتحت اللعبة خلال عيد الشكر راح يعطونك مكافأة مجانية تحت اسم ويست إليزابيث بندانا. البندانا هذه نادرة يا شباب وراح ترجع معنا خلال هذا الشهر. وأخيرا طول أسبوع عيد الشكر راح تكون جميع الحانات مفتوحة لك، بإمكانك تشرب أو تأكل أي شيء راح يكون مجانا على حساب المحل. ونصل إلى شيء جدا جدا راح يحفزكم يا شباب، حاجة قديمة جدا بدأت ترجعها روكستار، راح يرجعوا أشياء تختص بالأوتلو باسس. وأغلب هذه الأشياء راح تكون عبارة عن بعض الملابس وقطع الملابس بالإضافة لبعض التحية اللي هي مرة مميزة وكنا نتمنى أنها ترجع. وأخيرا هذا الشهر راح يكون بمتناول الجميع. وننتقل إلى الجوائز اللي راح تكون مفتوحة من 5 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر، يعني ما لها وقت معين. أول ما تفتح لعبة Red Dead Redemption Online خلال هذا الشهر راح تحصل على 20 رصاصة لصيد الحيوانات الصغيرة، وكذلك راح تحصل على 20 سهم، وأخيرا راح تحصل على 3 أدوية للصحة. وخلال هذا الشهر إذا ملأت مخزن كريبس بالكامل راح تحصل على مكافأة نعتبرها جدا جدا مميزة وراح ترجعنا للذكريات لأيام الأوتلو باسس، راح تحصل على لحية. ترى بجد يعني ما تريق، يعني اللحية هذا جدا جدا مميزة يا شباب، اللحية هذه مرة طويلة وجدا جدا راح تخلي لاعبك شكله مرة مميز. طبعا بكل تأكيد الناس القديمة الناس الأوجي اللي لعبوا طبعا Red Dead Redemption Online من أول فاكرين هذه اللحية قد إيش هي مميزة. وخلال هذا الشهر كل اللي عليك إنك تعمل كرافتنج في مخيمك لمرة واحدة وراح تحصل على مكافأة جدا مميزة وعبارة عن حديدة حذاء وراح تكون تحت اسم الجولد وينجز سبورز. طبعا هذه برضه يا شباب من قطع الأوتلو باسس. يا شباب هذا الشهر مكافآته لا تفوتكم. وخلال هذا الشهر كذلك إذا انتسبت لحدث التريد روت راح تحصل على حذاء جدا جدا مميز تحت اسم ريكس رود بوتس. وإذا فزت في أي مباراة تحت مود الفيشر سيريس راح تحصل كذلك على تيشيرت جدا مميز، وهذا التيشيرت راح يكون تحت اسم داستر شيرت. نفس الشيء يا شباب راح تكون هذه القطع من الأوتلو باسس. وننتقل الآن إلى المكافآت الأسبوعية. طبعا هذه المكافآت لازم تتطلب عمل تعمله خلال الأسبوع عشان تحصل على هذه المكافأة، وكل اللي عليك أنك تقوم بعملية بيع للتريدر. من تاريخ 5 ولغاية 11 راح تحصل على قفاز جدا مميز راح يكون تحت اسم الفوتشكس. وبالنسبة للأسبوع اللي بعده يا شباب اللي راح يكون من 12 نوفمبر إلى غاية 18 نوفمبر، لتحقيق هذه المكافأة كل اللي عليك انك تكمل 3 تحديات ورا بعض، وهذه التحديات راح تكون فقط برول التريدر ولازم تكون على 3 ايام متتالية.
وراح تحصل كذلك على بنطال جدا مميز وراح يكون تحت اسم كلوفلي. ومن تاريخ 19 ولغاية 25 نوفمبر كل اللي عليك انك تقوم بعملية بيع للتريدر وراح تحصل على المكافأة التالية. هذه المكافأة راح تكون تيشيرت جدا مميز وراح يكون تحت اسم بيتمان. يا شباب المكافآت كلها عبارة عن أشياء جدا جدا نادرة من الأوتلوباسس. ومن تاريخ 26 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر أي بمعنى آخر الشهر راح تكون المكافأة كالتالي: راح تحصل على قبعة جدا نادرة وراح تكون تحت اسم أمادور هات. ولكن عشان تحصل على هذه المكافأة يتطلب منك أولا التقدم في رول التريدر، وإذا كنت ملفل رول التريدر أوريدي يعني واصل للرانك العشرين كل اللي عليك أنك تتقدم 5 رانكات في الرول العام. وأخيرا أعطونا بونص، طبعا هذا البونص يا شباب إذا أكملت جميع التحديات الأربعة، هذه كل التحديات حق الأسابيع يا شباب، نحصل على تحية مجانية من الأوتلوباسس. هذه التحية جدا مميزة يا شباب، مكتوب عليها ثريدز إيموتيز. وخلال هذا الشهر راح يكون الكتالوج جدا جدا مزحوم، ولأول مرة أعتقد من 4-5 سنوات يا شباب يصير مثل هذا الشيء. يعني أنا والله ماني مستوعب الكمية من الملابس اللي راح ترجع في الكتالوج يا شباب. نغطي إيش يعني؟ هذه يبغالنا يمكن 4-5 حلقات عشان أغطيكم الأشياء اللي راح ترجع للكتالوج، أشياء مرة كثيرة بشكل مو طبيعي. وعشان ما نطول هذا الفيديو خليها في فيديوهات مستقلة، وراح إن شاء الله مزمز عليها ونستانس لأنه هذا الشهر راح يكون شهر أسطوري حرفيا. وننتقل الآن إلى التخفيضات يا شباب. عندنا تخفيض 5 سبائك ذهبية على رول التريدر، وبالنسبة لفتح العصابات مجانا يا شباب طول هذا الشهر. يعني إذا فتحت عصابة ما راح يقول لك ادفع 20 دولار أو ادفع المبلغ الفلاني، مجانا. وعندنا كذلك تخفيض 40% على أي شيء يتعلق برول التريدر. كذلك عندنا تخفيض 40% على المخيم وعلى الأعلام، وكذلك اختار أي ثيم راح يكون بتخفيض جدا مميز 40%. وكذلك تخفيض 40% على جميع أسلحة الرايفلز، ويشمل ذلك حتى التعديلات، وحتى لو تبغى تذهب راح يكون بتخفيض 40%. وعندنا كذلك تخفيض 40% على جميع البندانات وعلى جميع الجلوفز القفازات وعلى جميع الكوتات. بالنسبة للكوتات يا شباب روكستار شكلها ناوية، يعني البرد بيجي بدري فقالت لازم لبسهم شوية كوت يعني، فضبطوا حالكم. وعندنا تخفيضات 30% راح تكون على عربة الصيد يا شباب الهانتينج واجن، هذه صراحة لا تفوتكم اللي ما بعد اشتراها. وكذلك 30% على خيول جدا أسطورية راح تكون على خيول التريدر وعلى خيول الميزوري فوكس تروتر. أكون صادق معكم، لأول مرة أقرأ التحديث وأنا جدا جدا مستمتع لأبعد درجة، رغم أن المحتوى مكرر، رغم أنه كل شيء إحنا شفناه في Red Dead Redemption، خصوصا للناس اللي مثل حالتي اللي لعب له أكثر من 5 سنوات، إحنا ماشيين الآن في السنة السادسة تقريبا وأكثر، إلا أن هذا التحديث فعلا عليه قيمة وأفضل بكثير من كل التحديثات لأكثر من 4 سنوات تقريبا يا شباب. يعني فعلا هذا التحديث راح ينسينا بكل تأكيد تحديث الهالوين المكرر، يعني ليتهم أعطونا الهالوين باس واحد وكانت الأمور طيبة، ولكن عموما عوضنا هذا الشهر. اللي مقاطع Red Dead Redemption أنا أقدر أقول لك ارجع، ولا راح تفوتك طبعا ملابس أسطورية من الأوتلوباسس. لازم ترجعوا يا شباب، لازم تنهوا جميع التحديات تبع المكافآت. وكان هذا كل شيء في تحديث Red Dead Redemption Online لهذا الشهر. Enjoy 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 يا شباب، ولا تنسوا أخوكم من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد، وأشوفكم إن شاء الله بأقرب فيديو تبع صحتكم. في أمان الله.